نصيحة للمرأة الجزائرية في الكاميرا. Be yourself. كوني أنت تزدادي جمال. سي انتروتيان مع لي جوري هذا يبوزي لك دي كيسيون يشوفوا كيفاش تهضر اي تو سي تقنعها. سي ويكون عندك نتورك تاع ناس. السلام عليكم مباشر يسلكم باهي توجور معكم مراد. اليوم عندنا ضيفتان في البروغرام تاعنا. عندنا أمال وعندنا سلمى جاونا من الجزائر في واحد البروغرام اللي هو حنعرفوا عليه في الفيديو هذا اللي هو تك وومن. حنحكيو عليه قاعد توجور معنا في مباشر سيليكون فالي ونعطيو اسئله يجاوبونا ان شاء الله ونقدروا نعرفوا شنو هو هذا تك وومن. سلام. دونك راهو معنا امل وسلمى. جيتوا في البروغرام تاع تك وومن. حبينا نتعرفوا عليك الجمهور تاع مباشر سيليكون فالي حبيت نتعرفوا عليك. نبداو بامل. مرحبا عليكم. انا امل من الجزائر نخدم en tant qu'ingénieur optimisation et performance du réseau Mobilis depuis 9 ans. حصل لي الشرف اني جيت وشاركت في تك وومن بروغرام. بون ات واز ا دريم يعني depuis des années وانا يا نسي نبارتيسيبي ليه و كيما يقولوا شو جي با سيدي شغل باسكو كان على بالي بلي حتكون اون اوبورتونيتي ليا بور ديفلوبي ما كارير و atteindre mes objectifs. Voilà, c'est un programme initié par l'État Hillary Clinton depuis 2011 où they bring around environ 100 femmes l'Afrique, Middle East et Central Asia pour y connecter à des mentors professionnels de l'Hanaya, Silicon Valley, pour une durée de 5 semaines. C'est un ensemble de mentorship, activités au sein des grandes tech companies, par exemple LinkedIn, Autodesk, Twitch, Salesforce. On a eu l'opportunité de faire ça. Actuellement, on est hosté pour un mentorship de 3 semaines dans une entreprise qui s'appelle Synopsis. من قبل ما كنتش نعرفها يعني حتى كي جيت لهنايا باش عرفت شنو هما لي. واش قريتي امل في الجزائر؟ انا قريت انجينيور الكتروتكنيك في باب الزوار يو اس تي اتش بي خرجت 2009. بديت لو باركور ديالي بروفيسيونيل اوتون كو انجينيور اوبتيميزاسيون اند بيرفورمانس في لو ريزو موبيليس. ابري بون مع ليفولوسيون تاع لي تكنولوجي 2G 3G 4G توجور كاين دايمًا كاين ان بلوس اي تو شغل ولينا دي زيكسبير مع ليفولوسيون دو لا تكنولوجي ولينا دي زيكسبير. شكرا امال. سلمى معنا كيف مساء الخير عليكم. معكم سلمى بكوش من الجزائر بالتحديد حسين مسعود. دونك جيت لتك وومن وراني فرحانه بزاف اللي قدرت نلتحق بالبرنامج. هو ثاني كان حلم بالنسبه ليا سجلت فيه في 2016 وترفضت ما كانش عندي بزاف اكسبيريونس. اليوم كي لحقت عامين عاود تسجلت والحمد لله راني ديت الاكسبيريونس من لابليكاسيون الاولى نتاعك. وديت الاكسبيريونس كاين فرق كبير بين لابليكاسيون تاع 2016 الاولى وهذه فرق كبير في لي زوبجيكتيف. لا كي يكون عندك اوبجيكتيف لازم تخدم عليه لازم شغل تجتهد وتسقسي ويكون عندك نتورك تاع ناس تسقسيهم تفهم عليهم وشنو هو البرنامج. فرق كبير. سمو واش ديري في الدار؟ انا قريت كم مهندسة في نظم معلومات في المدرسة العليا للإعلام الآلي ليني تخرجت سنة 2015 ومن بعد التحقت بعالم الشغل. بدلت الخدمة بزاف. عندي بزاف متابعين تاع ليني اون باري لونغاج تاع ليني. اسكو درتي السيك ولا الاس اي؟ اس اي. دونك دارت الاس اي راهي هنايا تك وومن. يعني لازم 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 فريمون تتامنوا بالحلم تاعكم اللي هو ماشي لازم باش تجي تخدم هنا في امريكا تجي في اطار معين وسيرتو لي فام الجيريان على بالي بلي يقدروا يروحوا بعيد بزاف وراكم تشوفوا هنا ليكزومبل تاعنا المثال تاعنا. دونك كيفاش تابلايو لهذا البروغرام؟ باسكو لي جون دائما يخمو يقول لك بوتيتر هاد لي جون جاو في اطار معين بيستون ايتترا. حبيت تفهموا الناس اللي يحبوا يشوفوا اللي راهم يشوفوا هنا كاين سيرتانمون دي فام الجيريان اللي يخدموا في التك. باش نوضحوا برك الصوره لازم يكونوا انجينيرين ساينس مات وتكنولوجي. دونك لي فام اللي يخدموا في هاد الفيت هادو
هنا في الامريكان كاين لو بروغرام هذا تاك وومن يدخلوا يجيو هنا في اطار معين وكل شيء يخلصوا لكم كل شيء صح بريزون شارج توتال سيفار الامريكيه في الجزائر صح هنايا انترناشونال انستيتيوت اوف ادوكيشن هو اللي يدير شارج هذا البروغرام داكور سلمى كيفاش ابلاي واش هي الاكسبيريونس تاعك يعني قولي لنا كيفاش ابلايت يفتحوا لي انسكريبسيون شاك اني او نوفمبر chaque année pour l'année prochaine donc مثلاً اليوم حين يسجلوا بإذن الله رانا 2018 حنا نروحوا للجزائر ويفتحوا لي انسكريبسيون للدفعة 2019 في نوفمبر plus précisément le 16 novembre oui 16 le 15 novembre وش هو requirement يكون عندك على أقل عامين خدمة في هذا المجالات يكون عندك انجاجمون في الكوميونيتي يكون عندك اسبري تاع ليدرشيب حاب تقدر تكري بزنس عندك بوتنسيال تكري بزنس نهار اخر وتوظف عباد يخدموا عندك كاباسيتي دو كوميونيكاسيون لونغلي وين تقدر تفهم تقدر تهضر وتقدر تكتب اوكي دونك ما كاش لاج يعني راكم ان شاء الله ما كاش لاج سي اوفر سي اوفر لازم تكوني فام لازم تكوني فام ما كاش تكمل ما كاش تكمل اوكي شوفي امل شنو هي الاكسبيريونس تاعك يعني كي راح تابلاي شنو هي الاكسبيريونس تاعك اسكو لازم لك موتيفيشن ليتر ولا ريفرنس ليترز هذوك ولا ريزومي تاعك اكسبيريونس وي بور بون اون فوا تدخل سور لو سيت هذاك عندك اون ليست ديرو سيت من بعد نقول لهم بلي حنديرو لو سيت تاعك ندير لكم اللينك في الفيديو هذه باش تابلاي فوالا سي اون ابليكاسيون ان فورم فورميلا هكذايا تعمر فيهم جينيرال 8 كاسيون شنو هما what are your important objectives and goals to be reached via l'expérience هذه اسكو كيفاش تقدر اسكو حصل لك شرف انك خدمت مع ان كوميونيتي فولونتاري ولا كسوا في لونيفرسيتي ولا ابار يعني ولا كان عندك كلوب اسوسياسيون اسوسياسيون وكي تروح تما واش راح ديفلوبي يعني كان ان انجلش صح ان انجلش يكون لو باراغراف يكون بيان ريديجي وتقنعهم علاش راك حاب تبارتيسيبي هذا لو بروغرام وشنو هو لو بلوس ديالك راح تزيدو او ميم طون واش راح تجيب من تما لبلادك صحيت كي تعاود تولي back to home to your country واش راح تفيد لا كوميونيتي ديالك سواء في في الخفي خدمتك ولا مع لي زامي ولا مع لا فامي تو دونك اون فوا تعمر هذا لو فورمولير يتسنى ابري حتى الموا دو مارس يلحقك ان ايميل الى راك بري سيليكسيوني ولا لا اوكي اون فوا راك يلحقك ان ايميل بلي فوالا يو هاف بين سيليكتد از سيمي فيناليست Your USA embassy in Algeria t'a ayet lak pour passer un entretien. Okay. On refait les mêmes pratiquement les mêmes questions mais à l'ambassade rah ykounou des jurys rah ykounou des américains, des algériens ou ychoufou les réponses diawlek. Kima ana l'amel li fat, j'ai eu l'occasion coup de semi-finaliste mais Je suis en train de me faire un entretien. زدت دي شوز زايدين حطيتهم في لابليكاسيون كنت العام اللي فات ما درتهمش اوكي باسكو جي لوكازيون كنت جي لوكازيون دوكوبي دي بوز دو اكتينغ دو تيم ليدر وهذا سي امبورطون لازم يكون عندك لو سونس تاع ليدرشيب كوميونيكاسيون سكيلز تاعك يكونوا بيان اوكي اون فوا باسي لونتروتيان مع لي جوري هذا يبوزي لك دي كاسيون يشوفوا كيفاش تهضر اي تو سي تقنعها تسنى واحد اموا هما يديروا الريتينغ تاعهم لهنايا Mais la décision finale, c'est au niveau de tel programme en USA. On a eu un email le 4 avril. Le 4 mai, on a un email. You have been selected as emerging leader 2018. تبدأ من مايو بلوتو حتى الديبي دي بروغرام كي يبدا 4 شهور موا دو سبتمبر وحنا شاك سيمان يلحقنا ان ايميل يبريباريونا
سي دي سيرفي افير تانيك واش لازم نجيبو معانا واش نبريباريو منا وشنو هي الهوست كومباني اللي راح نكونوا فيها هوست لهنا لازم نكون ندخلوا اون كونتاكت مع لي مونتور تاعنا لهنا قبل ما نجيو نعرفوهم شو البروفيل تاعهم ونيكسريم نو بيزوان نو اوبجيكتيف ليهم باش كي نلحقوا لنا نكونوا شو سي بون بريباري بعثوا لنا كلش يحطوكم دون 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 لافيرونمون فوالا ايزون تو بريباري من بعد بعثوا لنا فلاي تيكيت بعثوا لنا الاكومونديشن وين راح نكونوا الهوستينغ بعثوا لنا ميم اون ليست تاع واش كاين واش كاين في الدار وليزون و باغ اكزومبل لي مولز منين تقضي وين كان لي زوبيتو قدامك وشنو هما لي زابليكاسيون ا يوتيليزي فريمون سيتي تري بيان اورغانيزي سيتي يافي ان ستريس فهاد لي 4 موا هادو انا بيرسونيلمون ما بديتش الكونجي تاعي j'ai pas eu compte parce que je compte vraiment focuser sur le programme en même temps ils demandaient on a de préparer une présentation ou une façon de présenter ton pays ultimement quand on a une pseudo des tenues traditionnelles حنا الحمد لله شغل يعني سينا كيفاش نعطو اون صورة اون ايماج بوكو بليس سور لو توريزم انا يعني سييت نبينهم بلي لو توريزم الجيريان عندنا دي زوندوا عندنا دي اون ريشاس مي ما راهيش بيان اكسبلواتي هاهم لي زوندوا الى حبيتو تجو من سان فرانسيسكو الجيريا جست باي يور فلايت تيكت اروحوا للجيري شغل راكم في الفراغ تاع بلادكم فوالا اكزاكتلي سلمى واش هي واش درتي هنا واش درتي كوم درت بزاف حوايج كي جيتي من هالي جيتي هنايا بون تاعك واش هو كان البروغرام ابري لو بروغرام ابري عندنا السمانه الاولى يافي دي فيزيت لي كومباني وين نديرو دي زاكتيفيتي و دي زوريونطاسيون على البروغرام كيفاش راح تهضر مع لي مونتور تاعك كيفاش راح تتلاقى لي كوتش تاعك وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي عندك دونك بور فو اكسبليكي لو بروغرام اي كومبوزي دو 3 بارتي لا بروميير بارتي et l'immersion à les entreprises ou les différentes conférences qu'on a eues sur le leadership, sur la créativité, l'innovation. Et j'ai a des experts du domaine. Les yerkiyoun a la had les activités, had le topics. On va d'abord la deuxième partie, c'est l'échange culturel. Où on a des mentors culturels, les différents endroits là, que ce soit touristique ou là des événements professionnels, des conférences ou là des places touristiques, la beauté de San Francisco. Les deux grandes parties, le corps, le programme, c'est l'Impact Project et le mentorship. Impact Project, c'est on travaille chaque pays, équipe composée de 3, 4, 5 membres. Bien précis. On travaille sur une problématique socio-économique. Pour résoudre un problème qui existe en Algérie, chacun selon son contexte. Et on essaye de présenter la problématique, proposer des solutions. Inch'Allah, prochainement, on va présenter et pitcher notre projet. Tu veux parler de Projet Tana, toujours à l'Ouman ou à l'Anything? C'est socio-économique. In your country. Okay. Justement. Parce que nous, الحمد لله, la femme au Jazair n'est pas mahgoura. Elle est partout. Nous avons choisi le sujet de la chaîne. Nous avons choisi nos expériences. Par rapport à nos expériences, nous avons choisi nos expériences. Nous avons choisi les langues, le primaire, lycée, ou CM ou lycée. Mais nous avons beaucoup plus orienté sur la grammaire, l'orthographe. Practice ma cache, ni speaking ni writing. Genre, quand tu as le paragraphe, tu as l'expression bloc. Ou un exercice, même qui est étudiante universitaire, Fleuzy, qu'on a encore en français. Mais les premiers temps, j'ai eu des lacunes. Je ne sais pas si le tableau, je m'exprime. Non. C'est vrai. C'était c'est vrai, public speaking. Là, il y a le prime. Ou عندك كيف anglais, c'est là que بديت نخدم. كي عاودت رجعت لحاسم سعود بديت نحس على خدمه عندنا لي كومباني ملتي ناسيونال. Genre qui يجيبك interview,
Il exige l'anglais. Donc, je me souviens deux jours, premier interview taille, it was disaster in English. Donc, où est-ce que le projet? Le projet taille, c'est l'expérience d'immersion du bout des étudiants à lycée, من 15 à 17 ans, ندير لهم un camp في الصيف. وين يقدروا يتعلموا français anglais بصح de façon interactive. Le théâtre, la musique, les TED Talks. Then use English for something else. Use. Speak and listen and write. Express yourself. Très intéressant. Très important. Donc, dans le projet, tu as un cours pour l'instant. En cours, pitchy, ouais, prochainement. Je vais vous dire un peu qui m'a dit. كاين واحد الباج فيسبوك تاع اون فام جوستمون اسمها ديسكوفر اكتشف بالانجليش هي باغتو تروح انستغرام مثلا دير بوت كامب هذا مليحه وسوس وسوس شابه هذه جو بونس مليحه كانت تخدموا معاها وبالك تعطيكم اكسبيرونس تاعها وتعاونكم بزاف في هذه نقدر نعطيكم اللينك وبتات نعطيكم كيف اللينك هنا في الحاجه اللي بغيت نوصل لها التخوازيام composant de le programme est le plus important pour chacune de nous, c'est le mentoring project. Parce que là, nous avons fait 3 semaines, من الثنين للجمعة, من الصباح للعشية, كل واحدة فينا راهي في انتربريز تاعها اللي راهي اسيني ليها مع لي مونتور تاعها وتخدم على learning objective اللي جات عليهم. Donc par exemple, انا راني في تويتر domaine تاعي ressources humaines marketing et communication donc راني نخدم pendant donc انا في trois ans comme par hasard قلت لهم سبحان الله je suis très active sur Facebook LinkedIn qui bat tous les tweets des cours, نحضرهم تسمى نسجل فيهم التما ونحضرهم عندي la documentation ouverte sur Twitter c'est vraiment ouvert la documentation تخلو بها كل شيء interviewer le nest les maires. Donc, on a quand même des fois des interviews. On a habillé Tom. On a quand même battu les emails. On a parlé avec vous. On s'est posé avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les rend à l'aise? Qu'est-ce qui leur permet de construire leur carrière? Le but est de nous l'expérience. Déjà sur deux volets. Les peut partager avec un nest كامل. ويستفادوا منها هم الناس كيفاش تبني لا كارير تاعها هم الناس كيفاش عندهم دي تشالنج نو كروي با كو نحنا الناس في امريكا راهم في الجنه ولا ما يعني ما يديك ما يجيبك باسكو هما ثاني يتمرمدوا هما ثاني يطيحوا ينجحوا يعني النجاح صعيب ماشي سهل النجاح صعيب وعندهم تحديات بزاف وحاجه واحده اخرى ان البيست براكتيسز ان شاء الله نقدر نطبقهم في الورك بلايس تاعي حبيت نتوزيكم دي كيستيون على لي كومباني تاعكم في الجزائر اليوتيوب شانل تاعنا دونك فوالا كنا في تك وومن مع امال et Salma, maintenant ça, je t'abonne à la chaîne internet Moubèche Silicon Valley, qui est un kif website moubèche-silicon-valley.com, donnez-nous un like, ou partagez, les gens qui m'ont appris, je ne sais pas, maintenant ça, je te clique sur le bel, avec le jaras, pour que je vous dise, Moubèche Silicon Valley, Tech Woman. À la salam, à la khair.